على ذكر الكلام على الطاعون والحاجات القضائيه، فلازم يكون في الكلام ده من مستشار. عشان كده نروح لزميلنا عمرو نبيل مع المستشار مجدي حيدر، عضو اللجنه القضائيه المشرفه على انتخابات نادي الزمالك، ونكمل كلامنا. الزميل العزيز محمد القضاء، اكيد تغطيتنا مستمره هنا من داخل انتخابات نادي الزمالك، والان بقى مع الدور القضائي الكبير جدا المشرف على العمليه الانتخابيه في هذا اليوم الاكثر من رائع. يسعدني ان يكون معي طبعا الان المستشار، معالي المستشار مجدي حيدر احد اعضاء اللجنه القضائيه المشرف على نادي الزمالك. برحب بحضرتك على شاشه اون تايم سبورتس. يمكن يعني يوم طويل ويوم شاق، لكن طبعا قضائنا يعني متميز والرائع، يقدم يعني نماذج اكثر من رائعه في كل الانتخابات الأندية. إن شاء الله أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله يبقى يوم موفق إن شاء الله بإذن الله، وتتم العملية الانتخابية على خير إن شاء الله. بدأت العملية الانتخابية في جو هادي إلى حد ما، بدأنا وتواجدت أعضاء اللجان بالكامل، وتم فتح باب الاقتراع الساعة 9 صباحا، الكل متواجد والجو إلى حد ما جو هادي، ونتمنى إن اليوم يكمل بنفس الهدوء. اهم الضوابط بقى اللي تم وضعها من قبل اللجنه القضائيه من اجل انجاح اليوم ومن اجل طبعا خروج اليوم الى بر الامن، اهم ضابط ان كل صندوق انتخابي موجود قاضي عليه بيتاكد من شخصيه الناخب، وان هو مسجل في كشوف الناخبين ومسدد الاشتراك مع التحقق من شخصيته، ثم بيمكنه من الادلاء بصوته الانتخابي وبيتفضل بعد كده، ما فيش مشكله. معالي المستشار، عايزين نتعرف برضو عن التصويت، يعني وازاي الصوت يبقى صحيح من خلال طبعا ادلاء احد اعضاء الجمعيه العموميه نادي محدد في كل ورقه انتخابيه عدد الاصوات المطلوب انتخابها بشكل كامل، يعني بشكل كامل. بالنسبه للرئيس النادي بيبقى انتخاب واحد فقط، بالنسبه لامين الصندوق نفس الكلام صوت واحد، النائب، ثم الاعداد المحدده فوق السن وتحت السن، وده مذكور في الورقه الانتخابيه. بيبقى التصويت او ابطال الصوت بيبقى كل منصب على حده، ولا بيبقى هم حسب اللي موجود في لائحه نادي الزمالك ان الصوت واحد فقط بيبطل الورقه الانتخابيه بالكامل. لو اديت اقل من العدد المطلوب او اكثر من العدد المطلوب بيبطل الورقه الانتخابيه بالكامل. طبعا. ومحدد في الكلام ده في الورقه الانتخابيه، ومذكور العدد المطلوب فقط، ومذكور ان في حاله التصويت باكثر من العدد المطلوب او اقل من العدد المطلوب بيتم ابطال الصوت. عايزين نعرف متى يتم غلق باب الانتخاب يعني بشكل رسمي، في ظل طبعا يعني توافد اعداد كبيره من اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، يعني العدد يصل الى 102 عضو جمعيه عموميه. امتى يتم الغلق ومتى يتم السماح لتواجد اخر مصوت؟ تمام، هو المحدد ان الانتخابات بتبدا الساعه 9 وبتنتهي الساعه 7 مساء. في حاله وجود عدد ايا كان هذا العدد داخل المقر الانتخابي بيمكن من الادلاء بصوته حتى اخر شخص موجود، طالما تم التسجيل بحضور الجمعيه العموميه. هل هناك شكاوي من بعض المرشحين ولا لسه الموضوع بدري شويه؟ لا، هي الشكاوى كلها شكاوى بسيطه زي الدعايه الانتخابيه، لكن كلها في المتناول، بيتم حلها فورا، يعني بيتم التعامل معها بالمسؤولين سواء من شباب الرياضه سواء من امن النادي، وبيتم الحل فوري. رأيك في الروح طيب اللي ما بين المرشحين يا معلم؟ اتمنى انها تسود للاخر ان شاء الله باذن الله، لحين اعلان النتيجه ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا لك. شاكرين جدا يا فندم، متشكرين. الزميل العزيز محمد القضاء، هكذا تحدث طبعا المستشار مجدي حيدر احد اعضاء اللجنه القضائيه المشرفه على انتخابات نادي الزمالك. الان العوده لك والاستديو وتغطيتنا الخاصه هنا من داخل نادي الزمالك. نعود لك الزميل العزيز.